ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات الاسبوع الاول لبرج السور لشهر ديسمبر لعام 2020. عندنا يا برج السور خلال الاسبوع الاول هو يمكن نفسيا ضغط شويه، ولكن ارجع اقول حاجه، يعني من البداية اتحملوا جدا، تفائلوا جدا، كونوا مميزين في قراراتكم، استشيروا بعض الاشخاص وفكروا جدا في الاستشارة دي سواء كانت ايجابية او سلبية، فكروا في كلام الاخرين قوي، فكروا في الخطوة قبل ما تتخذوها، فكروا في شغلكم جدا جدا، عندكم فرص قوية حاولوا تستغلوها لان الفرص هتجيلكم من اول يوم، لان ده هو رغم ان في صعوبة لكن الحاجات دي كلها لو خدناها وعملناها بشكل جدي جدا وبشكل متميز جدا هيكون عندنا علو، وعندنا علو شأن وتميز وقيمة كبيرة. وما ننساش ان احنا من اكثر الابراج حظا في 2021، وطبعا عندنا الشهر ده بيسلم ليه 2021. عندك موضوع متعلق بالفترة اللي فاتت، ويمكن كمان ندخل من اول سنة في 2020 موضوع متعلق هيبدأ يظهر في ديسمبر. الموضوع شوية هيعمل لك ارتباك، هيعمل لك بعض القلق، ولكن فكر بشكل صحي، يعني خلي عقليتك صحية عشان تقدر توصل للقرار السليم. لان خلي بالك انت عندك في الاواخر، بص انا هقول حاجة بس في الاواخر الشهر اللي هتحصل، يعني ان عندك الشيء اللي هو متعب جدا خلال الاسبوع الاول وارتباك ودماغنا معصورة بمعنى الكلمة، ومع انك في حاجات هتبسطك شويه بس عامه، فعندك الموضوع اللي هو مقلق ده او مرتبك، انت حاسس ان هو انت مش عارف تاخد فيه قرار، ولا مش عارف، يعني هيكون عندك في الفتره الاخيره ان انت هتوصل لحل، مفيش احسن من كده، انت هتكون حل متميز قوي، حل ايجابي جدا جدا. الحل ده هيخليك ان انت تقول يعني اللي هو الخير بيجي من اضعف حاجة، او بيجي من حاجة كانت صعبة، يعني سبحان من قلب الاحوال عندك. فده بالظبط اللي انا اقدر اسمي الشهر كله كده. طب عندنا خلال الاسبوع الاول الوضع المهني، عندك في حد بيعرض عليك شراكة، بيعرض عليك مشروع، بيعرض عليك شغل، بيعرض عليك حاجة، بس انت عايز تبتدي بداية تانية. خلي بالك من الاخرين اللي بيقولوا لك احنا عايزين نشترك معاك، او اعمل كذا، او اشتغل في كذا، او ان انت ممكن تمسك لنا واجهة اعلانية مثلا لكذا، او تمسك لنا شغل في كذا. خلي بالك لان ده ممكن برضو يشتت وقتك شوية، فكر في اللي يناسبك مستقبليا. ده بقى وقت كده يعني لازم تقعد مع نفسك وما تبقاش سريع في القرار. ما تبقاش سريع، فكر مع نفسك لانك عندك ارتباك، وزي ما قلت لكم قبل كده احنا برج ترابي، يعني بنفكر ونهدى وتحاليل وتدقيق ووي، لكن عندك تسرع في خلال الفترة دي، فالاسبوع الاول بيدخل من ضمن الموضوع ده. عندك الوضع الصحي في خلال الاسبوع الاول مش افضل حاجة يا برج السور، يعني لازم نكون حريصين اكتر على صحتنا من خلال العدوى، كورونا، الاجراءات الاحترازية، الحاجات دي، فلازم نخلي بالنا جدا جدا. كمان برج السور انت عندك في خلال الاسبوع الاول تعقيب كبير جدا جدا على المقربين ليك، يعني حد من المقربين ليك سواء الاهل سواء الشريك سواء ايا كان. التعقيب ده ليه علاقة بان انت مش راضي بوضع معين او حالة معينة او شيء معين، وهيكون عندك رفض ليه، وهيكون عندك اسلوب جدلي مع الشخص ده، بس في الاخر انت هتقول خلاص انا عملت اللي عليا، وفي الاخر اعمل اللي مع نفسك بقى. فعندك ده جدا جدا. برج السور خلال الاسبوع الاول برضو انت بتجري على موضوع ليه علاقة، ممكن يكون كوضع مهني انك تحسن شغلك، او وضع دراسي، او شيء ليه علاقة بسفر، او شيء ان انت تكون مصدر لشيء قوي خلال الفترة اللي جاية، يعني بترسم لده او بتاخد طريق لده، او ان انت عايز تعمل ده جدا، بتفكر كتير في الخطوات. طب انا ممكن اكون لي اصدقاء مين يساعدوني، طب ممكن، فبتدور على ده. انت عندك خلال الاسبوع الاول هو ده اللي انت بتدور عليه. عندك مصاريف كتير الناحية المادية، انت عندك مصاريف كتير خلال الاسبوع الاول، انك كمان بتحضر لحاجة، بتحضر لشيء، بتحضر لاحتفال، بتحضر لتغيير، فكل ده عندك متطلب فلوس، متطلب دخل مادي. كمان انت عندك بتجهز لهدية لحد، الهدية لحد دي انت عايز تعملها بقالك فترة، وهتكون شيء سعيد وهيلفت انتباه الاخرين، يعني وهيكون شيء ايجابي جدا يا برج السور. برج السور عندك كمان المواضيع المتعلقة بالفترة اللي فاتت الصعبة، ده يمكن بيأثر مش عليك انت من ناحية واحدة، او بيأثر عليك من اكتر من اتجاه. يمكن عندك الموضوع السلبي ده مثلا لو يخص بعض الاشخاص في حياتك، فده بيأثر كتير على امورك العاطفية، انك بتبقى مضغوط، بيأثر على شغلك، بيأثر على تعاملاتك العائلية، فبيأثر من اكتر من اتجاه.
عندك الفترة دي على قد ما ممكن تكون فيها صعوبة من نوعية معينة، لكن هيخليك ان انت تعرف قيمة الشخص اللي قدامك، هتعرف الشخص اللي قدامك هو ايجابي ولا لا، يستاهل الخير منك ولا لا، يستاهل ان انت تعرفه بعد كده ولا لا، لو طلبك في حاجة او مساعدة هتساعده ولا لا. فعندك تقييم للاشخاص بشكل قوي، وانا شايفة ان فعلا ان المحن بتعلمك كتير يا برج الثور. يمكن برج الثور انت هتحس ان انت يمكن سننا مثلا لو كبير انت هتحس انك بتكبر اكتر من الناحية العقلية، فعندك ده. برج الثور كمان عندك من الحالة العاطفية ان انت بالنسبة للناس المنفصلين، عشان بتسأل على الموضوع ده كتير، قلت لكم ان هو في رجوع. طب خلال الاسبوع الاول انت عندك رجوع برضو، من خلال اول يوم انت عندك ان في اشخاص عايزة تقرب منك. الشخص اللي ممكن يكون سابك سابك عشان خاطر حد تاني، او عشان خاطر مثلا مش عارف ايه، الحد ده ممكن يكون يعني فاكس فبدأ انهم يرجعوا مرة تانية. فلازم ان احنا نكون يعني مدركين للنقطة دي، ان احنا مش لعبة يعني، لان برج الثور انت قوي جدا، بس المشكلة انك ممكن تكون كنت منجذب قوي للشخص اللي في الماضي ده. المشكلة عندك انك ممكن تكون بدأت تتعلق بحد جديد، وانت حاليا فهتكون في موضع حيرة. لو تفتكروا ان الحيرة اللي كانت موجودة عندك من فترة اللي قلت لكم عليها كانت موجودة، انت هتكون عندك موجودة، بس هتيجي مرحلة يعني وتبدأ تفوق، هتبدأ تفوق من بعد يوم 20 في الشهر، هتبدأ تفوق من الحيرة اللي موجودة عندك. لكن في خلال الأسبوع الأول انت عندك الحيرة دي، فهتبدأ ان انت مش عارف انا طب ارجع طب ايه طب ايه، فهتبدأ ان انت تدخل في مرحلة شتات عاطفي شوية. لكن بالنسبة لي الناس المرتبطين انت عندك في الاجواء العاطفية يعني نقدر نقول ان في شبه استقرار، انت عندك يومين فيهم سعادة عاطفية مع الشريك، ولكن عندنا باقي الايام متأرجحين، مرة حلو ومرة لا، فعندنا ده موجود جدا جدا. طيب برج الثور بالنسبة لي الناس اللي مش مرتبطين، هل عندك ارتباط في خلال الاسبوع الاول؟ في الاسبوع الاول هيكون نسبته مش قد كده، مش قد يعني، بس عندك اعجاب يعني، خلال الاسبوع الاول انت معجب بحد قوي، حد معجب بيك قوي، فعندك ده، بس انت فرحان، انت عندك فرحة بده. وعندك كمان موضوع الحيرة، لان انت عايزين نعيش اجواء حلوة، يمكن في حد مرتبط، او مثلا عارفين الاخوات التوأم اللي هم انا اختي اتجوزت او اختي ارتبطت، فبيبقى عندهم شوية غيرة كده، مش غيرة منهم، هو غيرة انه الشخص ده هيبقى لوحده. فبرج الثور انت عندك الاحساس ده مشابه شوية، انك عايز احب واضحة، فعندك ده المسيطر عليك في الاسبوع الاول، لكن عندك حب خلال الفتره اللي جايه. طيب برج الثور عندك كمان امورك الحياتيه والاجتماعيه، انت عندك في ضغوط من الاهل بتلاقيها، الضغوط دي مش من كله، انت عندك اشخاص واقفين معاك، ولكن الاشخاص في جزء ثاني ضدك او عنيفين شويه، او انت شايف ان هم غلط، عندك تعقيب عليهم، انت حاسس ان الدنيا مش الطف يعني حاجه في الامور العائليه. لكن عندك مناسبات اجتماعيه، عندك حضور لقاءات، عندك عروض مهنيه يا برج الثور. انا قلت لكم ان حد هيعرض عليكم ان انت تعمل مشروع في كذا او كذا، لا، كمان انت عندك عروض مهنيه، انك تمسك مش عارفه ايه، تمسك شغل في ايه، انك عندك ده، بس عليك انك تفكر بالشكل الصحيح. هو اسبوع حلو بس متعب شوية، في يومين عاطفيين حلوين، بس يعني متقالي الاسبوع ده متلون معانا. برج الثور انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، واعذروني على التطويل، بحبكم جدا جدا جدا، ما تنسوش اللايك وشير وشير في القناة وتفعيل الجرس. سلام.